بس قعدت قد ايه؟ قعدت حوالي 5 شهور. 5 شهور؟ طب خلال ال5 شهور دول مفيش حد يكلمك، محدش يسأل عليك؟ اللي حصل ايه بقى يا كابتن بقى؟ الكابتن عوضين الله يرحمه ويحسن اليه جالك تاني؟ ليه بصمات في حياتي. لا هو كان راجل فاضل وجميل كابتن عوضين رحمة الله عليه، كان مدرب الفريق الاول في نادي المقاولين العرب. ايوه. والكابتن عبد الصالح الله يرحمه صالح كان هو المدير الفني. مظبوط. الكابتن عوضين في ماتش ما بين المقاولين العرب وما بين النادي الاهلي في استاد المقاولين العرب 21 سنه. كويس. فالكابتن عوضين قاعد كمدرب بينقي اللعيبه اللي في 21 سنه اللي ممكن يطعم بيهم الدرجه الاولى. ومن وفي نفس الوقت دول ولاده ودول ولاده. ايوه. يعني انا دلوقتي ايوه انت لعبت مع كابتن عوضين وبعدين في المقاولين. طب انت رحت المقاولين؟ لا. شاف في الماتش مستني فين لعيبه المقاولين العرب، فين لعيبه النادي الاهلي، علي مش فيهم. سأل قالوا له لا ده بطل، ده ما بيجيش. ازاي؟ بعت لي البيت تاني. شوف الاقدار يا اخي. سبحان الله سبحان الله. يعني محاور وده الرزق ونقط فارقه في حياه الواحد تغير حياتك تماما. اكيد اكيد. لقيت محمد مكمل الله يرحمه بقى اللي جالك. كان وداني النادي. قال لي روح للكابتن عوضين. اروح محمد مكمل كان ساب النادي الاهلي وراح المقاولين مع الكابتن عوضين. لا هو في كل حته، بس هو كان على علاقه بالكابتن عوضين. هو فقال له ابعت لي علي. بعت لي واحد اداري برضو في المقاولين العرب اسمه الكابتن عبد الفتاح صالح، تعالى الكابتن عوضين عاوزك. خير؟ رحت للكابتن عوضين قال لي ايه الوضع؟ قلت له الوضع كذا 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 كذا. هو بقى مر بالتجربه دي معايا قبل كده في ثانوي. نزل للكابتن الدكتور محمود ابو العنين الله يرحمه. الله يرحمه. كلهم ناس فاضل يعني. نعم. افضلهم علينا لا تنسى يعني. نعم. علي الوضع كذا كذا. طبعا الكابتن محمود ابو العنين عارف لعيبه النادي الاهلي كلها لانها بيقابلهم ماتشين في السنه. كان قاعد عندنا في النادي الاهلي على طول. نعم. الدكتور محمود ابو العنين. نعم. تعالى يا علي، كنت في ثالثه بقى ساعتها، ثالثه طب. تعالى انت عاوز ايه؟ قلت له والله الكابتن عوضين عمل معايا في ثانويه كذا كذا كذا. قال لي وانا هعمل معاك نفس الكلام. مشيت معاه، خدني بعد 5 اشهر. يعني 5 شهور انت قاعد في البيت، ما فيش بقى لا تمرين ولا فيتنس ولا اي حاجه. فتره اعداد محترمه، كملت مع نادي المقاولين العرب 21 سنه. طب كمل لك، هو ظبط لك الوقت ازاي؟ قال نفس الكابتن عوضين اللي عمله لي في زي في لما كنت في النادي. قال لي انت هتيجي 3 تمارين مع الماتش وتتمرن في الكليه بتاعتك. طيب انت النقله دي لما رحت المقاولين العرب اتخذت استغناء من النادي الاهلي؟ لا ما تأيدتش بقى. تمت ازاي انا ما اعرفش. ما يودكش، بس قالوا لك انت قاعد في النادي الاهلي مش هتمشي والكلام ده كله. بس تمت ازاي؟ عشان لان انا عرفت نفسي في القايمه يا كابتن. بدليل ان الكابتن حسن حمدي قال لي انت مالكش سجن. فلما عرفوا بقى ان مفيش امل خلاص وقعدت في البيت 5 شهور. يجوز بقى يعني لعبت على النادي الاهلي علي؟ لا ده هي جت بقدر انا بضحك كده. جت بقدر الله. انا كان نفسي طبعا ومنى عيني. طبعا اكيد اي واحد اي واحد اتمنى. النادي الاهلي ده ما يتسجن. طب ازاي عرفت بقى ان النادي الاهلي ما يدكش؟ سالوا بقى. لما رحت المقاولين اتقصوا بقى على الموضوع، قال لك منطقه القاهره. بالظبط. لا ده القايمه ما مش فيها علي. مش فيها. عملت انت ايه؟ انا طبعا قلت له الوضع كذا كذا. قال لي لا ما تخافش من ناحيه القائمه، انت فري دلوقتي تيجي المقاولين العرب. ده دخلت ما سالتش في النادي الاهلي انت ليه ما قلتونيش ولا الكلام ده؟ لا ما انا قعدت في البيت يا كابتن. ما انا عارف بعد كده يعني. لا خلاص لا. لما رحت تلعب في المقاولين. لا خلاص خلاص ما النادي الاهلي ما انا عرفت نهايتي معاه. هتيجي اهلا وسهلا بيك، مش هتيجي ما خلاص. فهرجع اقول لهم ايه؟ ما هم الناس على حق برضه. طيب.